بسم الله الرحمن الرحيم. هيدا سؤال تاني على البروبورشن أو نوع تاني من أسئلة البروبورشن. بيكون معي تايبل بيقول لي هيدا التايبل البروبورشن. طيب شو يعني؟ شو يعني بروبورشن؟ يعني معناتها راديكال 2 على A بتساوي راديكال 5 بلس راديكال 2 على راديكال 2 بتساوي راديكال 5 ماينس 3 على B. ثلاثتهم بيساوي بعض. هيدا الفراكشن بيساوي هالفراكشن بيساوي هالفراكشن. هيك معناتها التايبل هو بروبورشن. طيب هون بيقول لي calculate A and B such that the table below is proportion. يعني أنا معي هي proportion، معي إنه هيدا على هيدا بساوي هيدا على هيدا بساوي هيدا على هيدا. فبيقول لي طلع ال A and B، بطلع ال A ويطلع ال B. شو بنعمل نحن؟ بما إنه عندي هي proportion باخد، أنا بدي طلع ال A، باخد radical 2 على A. مين بتساوي؟ بتساوي، ما باخد مثلا بتساوي هي radical 5 ناقص radical ناقص 3 على B. ليه؟ لأنه أنا هون B معي شيء، احنا هو ثلاثتهم بيساوي بعض، يعني فيني اخد هيدا الكسر مع هيدا الكسر، فيني هيدا مع هيدا، فيني هيدا مع هيدا. اللي معي اثنيناتهم هني هيدا العدد اللي هون، فباخد راديكال 2 على A بتساوي هيدا الكسر اللي هي راديكال 5 زائد 2 على راديكال 2. فهون بتصير كالكوليشن عادي، بنعمل كريس كروس او كروس مالتيبليكيشن. بتصير ال A مضروبه باللي فوق، A مضروبه براديكال 5 زائد 2 ايكوال، وحده يعمل على، ما احنا عم نعمل كريس كروس ليروح الكسر. equal mean radical 2 times radical 2. شو بيطلع عندي؟ هلا انا بدي طلع A، ما حدا يعمل expand، يعني يضرب هاي بهاي ويضرب هاي بهاي، بصير في عندي 2 A، انا بدي A واحد. فبحط A equal، هي هيدي شو؟ مضروبة بال A. فشو بتروح لهون؟ بتصير radical 2 ضرب radical 2 يعني 2 على، بتروح من تحت، بتروح من تحت، هي ضرب بتروح قسمة على radical 5 زائد 2. دايما من دون ما يقول لي اعملوا راشوناليز، انتوا لما تشوفوا راديكال بالدينومينيتر معناتها مطلوب منكم راشوناليز او بتنقص من العلامات. شو يعني راشوناليز؟ يعني انا بضرب، بدي راشوناليز يعني روح الراديكال من الدينومينيتر. لحتى روح راديكال من الدينومينيتر بضرب بعكسه او بالكونجوجيت. يعني راديكال 5 زائد 2 بدي اضرب براديكال 5 ناقص 2 على راديكال 5 ناقص 2، مثل ما بضرب فوق بضرب تحت. ايكوال، شو بيصير عندي؟ بعملهم صف واحد، لان الضرب معناتها اللي فوق بضربها باللي فوق، اللي تحت بضربها باللي تحت. بيصير عندي الاثنين بضربها براديكال 5 ناقص 2. وتحت شو صار عندي؟ راديكال 5 زائد 2 مضروبه براديكال 5 ناقص 2. بدنا ننتبه هيدا الشكل مره زائد مره ناقص، اللي هي شو؟ A بلس B و A ماينس B. مره بلس مره ماينس، شو بده يكون جوابها؟ A سكوير ماينس B سكوير. يعني انا هاي جوابها شو؟ راديكال 5 سكوير ناقص 2 سكوير، A سكوير ماينس B سكوير. هون شو بدي اعمل؟ بس بدي اضرب، بدي اعمل اكسباند، بضرب الاولى بالاولى وبعدين بالاثنين. 2 راديكال 5 ناقص 2 ضرب 2 4. فشو بيطلع الجواب؟ 2 راديكال 5 ناقص 4 على، شو بيصير؟ سكوير بتروح مع راديكال 5، سكوير ما في عندي هون راديكال، 2 سكوير يعني 4. ما حدا يعمل ناقص 4 بتروح مع ناقص 4، بس يكون في عندي ناقص او زائد ما فيني اختزل. فبتطلع 2 راديكال 5 ناقص 4 على 1. على 1 يعني كأنه نفس الشيء، 2 راديكال 5 ناقص 4. هيك كون طلعنا الـ A. بيبقى لي الـ B. الـ B كيف بدي أعملها؟ بدي أخذ هيدا الكسر اللي فيه B، يعني عندي أنا راديكال 5 ناقص 3 على B. مين بدها تساوي؟ أي كسر منهم. هلا الـ A صار معي إياها. بس ما بناخذ هذا الكسر، لأنه بركي أنا بالكالكوليشن معي غلط. بلا ما يصيروا 2 غلط، باخد بالجيفن الاصلي اللي انا معي، يعني باخد هيدا الكسر راديكال 5 زائد 2 على راديكال 2، باخد هو 2 مع بعض وبعمل كريس كروس وبعمل كالكوليشن عادي. هيدا الكسر اللي عندي، شو بدي اعمل فيه؟ كريس كروس. هلا بلش بالبي، لانه البي المطلوبه من البي، بدي اضربها بمين؟ براديكال 5 زائد 2 ايكوال، ايكوال هيدا العدد براديكال 2، راديكال 2 بضربه براديكال 5 ناقص 3. قلنا نحن هون شو بنعمل؟ ما بعمل بي بضربها براديكال 5 وبي ب2، صار عندي 2 بي، ما بتفيدني، انا بدي بي لحالها. بي لحالها شو بتعمل؟ بيجي هيدا العدد لوين؟ لتحت. يعني بتكون فيني هون اضربهم، هون ما عندي مشكله. راديكال 2 ضرب راديكال 5 راديكال 10 ناقص راديكال 2 ضرب 3 3 راديكال 2، ما حدا يعمل راديكال 6. لو هون في عندي راديكال A بضرب مثلا، بتصير راديكال 2 ضرب راديكال 3، بتصير راديكال 1 2 ضرب 3 يعني 6. بس انا عندي راديكال 2 ضرب 3، هاي جوات الراديكال هاي برات الراديكال، فبتحطوها 3 برات الراديكال بس منرتبها.
على قلنا هاي راديكال 5 زائد راديكال زائد 2 بدي جيبها لتحت، راديكال 5 زائد 2 كمان شو لقينا؟ لقينا راديكال بالديرمينيتور بدي روحه بضرب بمين؟ بالكونجوكيت بعكسه، راديكال 5 ناقص 2 على راديكال 5 ناقص 2 بي ايكوال، قلنا شو بنعمل؟ بضرب اللي فوق باللي فوق. طيب هولي كيف بضربهم؟ هولي كأنهم صاروا راديكال 10، خليني اعمل هون الايكوال، راديكال 10 ناقص 3 راديكال 2 بدي اضربها بمين؟ راديكال 5 ناقص 2. تحت شو صار عندي؟ a plus b a minus b، فيني اكتبهم راديكال 5 زائد 2 بدي اضربها براديكال 5 ناقص 2. هون شو بدي اعمل؟ اكسباند عادي، راديكال 10 بضربها باثنيناتهم، راديكال 3 راديكال 2 بضربها ب2، راديكال 10 براديكال 5 بتطلع عندي شو؟ راديكال 50، اثنيناتهم تحت الراديكال. انا عندي هلا هون شو ناقص؟ راديكال 10 ب2 يعني 2 راديكال 10 ناقص بزائد ناقص 3 راديكال 2 براديكال 5 يعني 3 راديكال 10، ضربت اللي تحت الراديكال مع بعض و3 ضلت برا، ناقص بناقص زائد 3 راديكال 2 ب2، 2 بضربها ب3، هاي ما بضربها ب2 لانه هي برات الراديكال، 2 ضرب 3 6، 6 راديكال 2. ليش حطيت زائد هون؟ لانه ناقص بناقص زائد على هاي، قلنا a plus b a minus b يعني جوابها شو؟ a square minus b square يعني راديكال 5 سكوير ناقص، ما في هون راديكال، ناقص 2 سكوير ايكوال. هون مين اللي بينعملوا مع بعض؟ اللي هني عندهم نفس الراديكال، 2 راديكال مثلا 2 راديكال 10، وهون عندي شو؟ 3 راديكال 10، هو بينعملوا مع بعض بيطلع جواب من قد ايه؟ ناقص 5 راديكال 10 لانه ناقص 2 ناقص 3 ناقص 5. طيب راديكال 50 بدي ظبطها، بدي اعمل 50 بدي ظبط شوف شو بيطلع منها، على 2 25 على 5 5 على 5 1 شو بتطلع؟ قلنا نحن كل 2 بيظهروا لبرا واحدة، شو بقي تحت الراديكال؟ بس 2، فراديكال 50 هي شو؟ هي 5 راديكال 2. طيب هون 5 راديكال 2 وهون عندي شو؟ يعني خليني اعمل هاي شو محلها؟ 5 راديكال 2 وهون عندي زائد 6 راديكال 2، شو صار الجواب؟ 11 راديكال 2 على شو طلعت هاي؟ سكوير بتطير، سكوير بتطير الخمس الراديكال بتطلع 5 ناقص 2 سكوير يعني 4، فشو بيطلع الجواب النهائي؟ بي ايكوال شو؟ لانه 5 ناقص 4 1، فبيبقى عندي هيدا العدد على 1 بضل هو ذاته ناقص 5 راديكال 10، ما فيني اعمل فيهم شيء، هون راديكال 2 هون راديكال 10 ما فيني اعمل فيهم شيء، هاي بتكون طلعت البي. اي سؤال بالكومنتس وانا بالخدمه.